مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك، معكم غيدة جبيلي وربيعة زعوق من مرفأ بيروت، حيث وصل وزير الاقتصاد سلام لي في جولة على المرفأ وتحديدا على هذه الباخرة المحملة ب 3300 طن من القمح المعد للطحن وهي آتية من مدينة مصر. هذه الباخرة حنستمع لكلمة وزير الاقتصاد. يلا يعطيكم العافية جميعا وشكرا لحضوركم معنا اليوم لفعلا توثيق هيدا الإنجاز النوعي نحن بنعتبره لهالبلد ولهالشعب اللي هو بدء تنفيذ قرض البنك الدولي المتعلق بإمدادات القمح للبنان. نحن اليوم واقفين أمام باخرة فيها 33 ألف طن من القمح اللي هو أول شحنة تنفذ من قبل قرض البنك الدولي وهو بداية مسيرة حتأمن لنا نحن الاستقرار بإمدادات القمح والاستقرار بأسعار الخبز اللي نحن وعدنا من الأيام الأولى، وهيدا عمل له أكثر من سنة بينشغل عليه، وبتعرفوا قد ايه مر بتحديات وقد ايه مر بمؤامرات وقد ايه مر ب يعني محاولات افشال، لانه نحن رفضنا كليا انه ما نأمن على الاقل الاستقرار في ماده حيويه مثل ماده القمح للشعب اللبناني، ورفضنا ايضا انه نحط اللبناني تحت رحمه ووطئه الظروف الاقتصاديه وتلاعب الدولار، وحافظنا على دعم القمح من خلال هالقرض المهم جدا اللي حيأمن لنا استقرار على الأقل لآخر سنة 2023. أهم ما في الأمر أنه نحن هيدي الباخرة اليوم اللي وصلت هي بداية المشوار تجاه استقرار مستدام إن شاء الله بموضوع القمح والحبوب بلبنان، لأنه هذا القرض كان له طابع الطوارئ، بس نحن عم نشتغل مع البنك الدولي اللي منوجه له كل الشكر والتقدير على وقوفه جانب لبنان جانب وزارة الاقتصاد لتحويل ملف القمح من ملف شائك ملف دعم غير مستقر إلى ملف ناجح، وأحدى الملفات القليلة اللي اليوم ناجحة مع المجتمع الدولي متمثلا بالبنك الدولي إنه أمن نوع من الاستقرار وأعاد تنظيم قطاع القمح والخبز بلبنان، وسيصار يعني إلى مشاركة أكثر تفاصيل على الشغل اللي بدنا نعمله مع البنك الدولي من ناحية التوزيع من ناحية الرقابة من ناحية متابعة هالملف لإنجاحه، لأنه من بعد هذا الملف نحن اليوم عم نشتغل أيضا وبعلن عن هالشي اليوم أنا كوزارة اقتصاد أيضا وبمشاركة وزارة الزراعة على الإنماء بموضوع ملف الأمن الغذائي، وفي مشروع سيعلن عنه قريبا كمان مع البنك الدولي سيكون استكمالا لهذا القرض اسمه ذا جيت، اللي هو بده يأمن ويركز أكثر على الاستدامة في الموضوع الزراعي، دعم المزارعين، استقرار موضوع الأمن الغذائي بلبنان، وهذا مشروع سيتم العمل عليه خلال الأشهر القادمة، آملين أنه كمان يكلل بالنجاح لنحن كمان نقدر نأمن استقرار أكبر بملف الأمن الغذائي. شكرا لكم. كيف ممكن هذه 33 ألف طن كيف ممكن أنه ينعكس إيجابا على ربطة الخبز وربما سعره؟ نحن مثل ما قلنا ومثل ما كررنا بنرجع من عيد، نحن اللي عملنا أنه نحن من خلال قرض البنك الدولي اللي اجا بظروف كتير صعبة أول بداية حرب أوكرانيا وروسيا، نحن قلنا عم نتطلع بملف الخبز مع بعد نظر، وكان الهدف أنه نحن أول شيء ما نقطع لبنان من مادة القمح لأنه في تخوف، ونحن شايفين الأزمات اللي عم تتوالى بالمنطقة، يعني ما لحقنا نقول خفت شوي وطئة حرب أوكرانيا وروسيا وتخوفنا من انشغال المجتمع الدولي بهالمأساة وتسكير المعابر البحرية مما يشكل خطر على لبنان بالوقت اللي هو ما عنده مخزون استراتيجي. هلأ كمان اجتنا الأحداث المؤسفة اللي هي الزلازل اللي ضربت سوريا وتركيا، هيدا كله ما نستخف بتداعياته على لبنان،
اليوم نحن هيدا القرض أمن لنا استقرار أول شيء، إنه في أموال مرصودة تأمن لنا تقريبا لآخر السنة امدادات من القمح من دون أي تأخر، لأنه ارتباطات البنك الدولي مع وزارة الاقتصاد أمنت إنه يصير في تواصل مع كل المصدرين من العالم، إنه إذا هن صدروا للبنان سيكون تحت رقابة البنك الدولي ووزارة الاقتصاد، وبالتالي ما حينقطع القمح بظل كل الأزمات اللي عم نشوفها على البلد. واللي أهم بالعودة لسؤالك هو إنه قدرنا نحن اليوم نقول له للبناني ما حنحملك وطئة رفع دعم بوقت أنت عم بتفتش على يعني أقل الموارد لتقدر تعيش وتأمن أكلك وشربك. هيدا القرض رح يأمن استقرار بموضوع دعم ربطة الخبز، واليوم نحن بكل المؤشرات بالسوق بالأمن الغذائي يمكن ربطة الخبز أرخص شغلة بعدها بالبلد، ونحن بدنا نحرص انه نحافظ على هالشيء حتى المواطن ما يعتل هم الصبح لما بفيق اذا قادر يشتري ربطة خبز لإله لعائلته. من وين مصدر القمح؟ نحن اليوم باجراءات البنك الدولي في يعني مسار كثير دقيق بينشغل عليه، انه القمح اللي بده يجي على لبنان اول شيء يكون مطابق للمواصفات العالمية وجاي من كل الدول اللي مواصفاتها مقبولة أيضا للقمح اللبناني. نحن هيدي الشحنة اليوم طلبت من مصر، ونحن بنعرف مصر اليوم من أكبر الدول اللي عم تستورد قمح بكميات كتير كبيرة، فهيدي طلبت من مصر وصلت. بس كمان نحن يعني لقدام بمشروع البنك الدولي حيكون في عنا بواخر بدها تجي من عدة مناطق، ممكن تكون من أوكرانيا، من بلغاريا، وأيضا من روسيا، لأنه هيدول هن اليوم بعدهم لليوم البلدان الأساسية اللي بتقدر تصدر كميات قمح كتير كبيرة بهالحجم اللي نحن عم نتعامل فيه مع البنك الدولي. شكرا. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك، إذن العدد الفعلي. خلينا نطلع بالجولة. مثل ما استمعنا هو الكمية أو الحمولة هي 33,000 وليس 3,300 من الطن من القمح. مثل ما ذكر هيدي الباخرة اسمها سوبر بايرن، هي من قرض من البنك الدولي. عم نشوف المدير الإقليمي موجود إلى جانب وزير الاقتصاد، حيقوموا بجولة على متن هيدي الباخرة. اللي قال الوزير بأن ستأمن استقرار لربطة الخبز، وطمأن بأنه لن يكون هناك رفع للدعم، خصوصا بأنه اللبنانيين ما بيحملوا اليوم بأنه يتم رفع الدعم عن ربطة الخبز، وبالتالي هيدي الباخرة رح تأمن استقرار في هذا الشأن. كما أنه ما رح ينقطع الخبز لو رغم كل الأزمات اللي عم بتحيط، واللي كان يعني عشنا بالفترة الأخيرة مع الحرب الأوكرانية خوف من يعني فقدان للخبز من الأفران، وكنا عم نشوف الطوابير دي على أبواب الأفران بالفترة الماضية، انعكست من بعد الحرب على أوكرانيا، وبالتالي هناك خوف كان من انعكاس هذه المسألة على لبنان الغارق بالأزمات الاقتصادية وارتفاع الجنون لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. نحن حنسبق شوي الوزير لنطلع قبله على متن هذه الباخرة. يوقع فينا؟ هيدي قصب مش اوكي، حننطر. هو قال ننطر شوي. يا
بخوف. مرقنا يلا قربوا. نحن وصلنا على متن، هيدي الباخرة. حنشوف كمية القمح، 33 ألف طن من القمح المعد للطحن. هو وين بده يجول؟ من هون؟ من هون. أوكي. على اليمين، على اليمين. من فوت ولا شو؟ طلع طلع طلع. شو طلع؟ Are you sure؟ آه أوكي. طب ما عم نقول لك. عم نشوف الكمية الكبيرة للقمح على متن هيدي الباخرة سوبر بايرن الآتية من مدينة مصر. رح يكون كمان من البنك الدولي حمولات أو حمولة أخرى من عدة دول، ولكن الأولى هي من مدينة مصر. زي مقسم العنبر 33، استنى قد ايه العنبر فيه مقسمين كل وحده؟ حسب ما فيك تسبح معه. اذا توقف هونيك احسن. زي نعم هونيك نايس. اوعى تخيل So Zena, should we do our own story now? Should we do our own story? Yeah, I think. نحن على متن هيدي الباخرة، مثل ما منذكر بأنه هي أول باخرة قمح ممولة من قرض من البنك الدولي. هي باخرة سوبر بايرن المحملة ب 33 ألف طن من القمح المعد للطحن. هيدي الكمية اليوم رح تساعد في استقرار ربطة الخبز في لبنان، وستمنع أي أزمة ممكن أن تحل. إن شاء الله منأمل خير أنه ما بقى نشوف طوابير، ما بقى توقف الناس بالطوابير أمام الأفران. خبرونا آرائكم وتعليقاتكم على هيدا البث المباشر. بحسب ما قال الوزير بأنه هيدي هي أول حمولة، متوقع أنه تصل حمولات أخرى من دول أخرى، ولكن هيدي مثل كأنها حتكون نوع من السبير، حتكون موجودة بلبنان لتساعد السوق اللبناني ولحتى تخفف من وطأة الأزمة على اللبنانيين. وأهم ما قاله وزير الاقتصاد بأنه لن يكون هناك رفع للدعم عن ربطة الخبز، لأنه اللبنانيين ما بيحملوا بهيدي الأيام العصيبة بأنه ترتفع كلفة ربطة الخبز أكثر من هيك. Gracias.
حيكون هناك استقرار بسعر ربطة الخبز 33,000 طن، وهي قرض من البنك الدولي من بعد جهود في التواصل والحصول على هذا القرض. عليك تروح انت لهذيك الميله الصوره محروقه لانه الشمس وراك، هذيك الميله افضل اذا وقفت انت هناك ناخذها كلنا نحن من يعني بعده الوزير عم بحاول ياخذ اللقطات المناسبه. ربيع اذا بدك طلعت تاخذ من فوق. والله بصير في عم نشوف بحر من القمح المعد للطحن. هيدي الصورة تاعت الوزير اللي كان عم بحاول انه ياخذها. عم يستمع لتعليمات المصورين لاخذ الصورة المناسبة. كارد من البنك الدولي، والى جانبه اللي هلا عم يطلع كمان الى جانبه هو المدير الاقليمي في الشرق الأوسط. حبوب القمح في نوع من يعني هيك مثل كأنه على سطح هيدا القمح في نوع من عفن او شيء لون ابيض. خلينا نتاكد منه من شو هيدا اللون. شو معقول يكون هيدا؟ معقول تشتت تلجت لانه كاشفه؟ ايه معقول تشتت بالايام الجايه. شو راح يصير هلا بنساله؟ يمكن بيتم تسكير، اكيد مش راح تكون مفتوحه بهيدا الشكل. هلا بنسأل حدا من الباخرة كمان نتأكد من هيدي المعلومة. ما عليك هي منا كاشفة، ايه بيتم تسكيرها بيرجع لأنه هلا معقولة تشتت الدنيا وهيك. كيف تحمون للقمح؟ لا هلا هي بعتقد انا كل عنبر من هول بيبقى مسكر، يعني بيبقى مسكر. ايه طيب اللي بيتسكر واني طيب نقطه شت بتجي دغري بسكر. اوكي وشفنا نوع من بقع بيضة، هيدي شو عفن؟ بتقدر تفسري؟ ممكن نفسر. البواخر لما تتعبى قمح او حيالا نوع حبوب بينحط ماده اسمها فوستوكسين، هن مثل قراص، هودي خصوصا ليقتل الحشرات. بحطون بسكروا العنابر بيطلع غاز معين وبيقتل اذا في وجود لحشرات معينه. هيدا بنعمل بشكل دوري وضمن الريجوليشنز، يعني هيدا الريزيدو تبعها لما الكبسول تبخر بيبقى منها الريزيدو. وهلا من بعد ما هي موجوده هون بالمرفأ شو رح يصير؟ يعني سيتم نقل القمح؟ هلا هي باخره كثير كبيره، يعني في عمليه كبير. تفريغ بدها تاخذ وقت. يعني عادة كنا نجيب بواخر اصغر بكثير بتاخذ يومين ثلاثه لتتفرغ. هيدي بعتقد بدها شي 5-6 ايام دوب. بس اهم شيء انه كمان نحن امبارح وزاره الزراعه اكدت لنا انه الفحوصات الاوليه مطابقه لكامل المواصفات، وعلى اثرها هو هلا عم يتكفى التفريغ.
لأنه لو بين شيء من الأول عادة بيرجع بعيد يعاد الفحص قبل ما يستكمل التفريغ. فالحمد لله كل الأمور ماشية بإيجابية، وجماعة البنك كان عم يتابعوا معنا أول بأول، لأنه مثل ما قلنا هيدي البروسس اللي عم نشتغلها نحن مختلفة كليا عن الطريقة القديمة، لأنه هيدي فيها تدقيق، فيها محاسبة، فيها مراقبة، يعني عملية كتير معقدة، بس الحمد لله نجحنا أنه نحطها بإطار الصحيح وبدأ تنفيذها من اليوم يعني. شكرا لك. اذا تم التوضيح بانه هي ماده تم وضع هيدي الطبقه البيضاء، هي نوع من الحمايه لهيدي حبوب القمح الموجوده. سيتم إفراغ هذه الباخرة الكبيرة، ستستغرق عملية إفراغها أكثر من 4 أيام، قالت المسؤولة بأنه ستكون 5 أيام تقريبا. انهي من هون؟ أوكي خليني أوقف هون. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك، نحن كنا معكم مباشرة على الهواء لمتابعة وصول هذه الباخرة سوبر بايرن اللي وصلت إلى لبنان، وهي طبعا من قرض من البنك الدولي، وبيقول وزير الاقتصاد بأنها ستساعد على استقرار سعر ربطة الخبز، وأهم قالوا بأنه لن يتم رفع الدعم عن ربطة الخبز، كان هذه الحمولة وغيرها من الحمولات المقبلة بأنها تساعد اللبنانيين وستمنع عملية فقدان الخبز من الأفران. هذه الأجواء من مرفق بيروت. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة. كانت معكم غيدة جبيلي وربيع دعوق.